مساء الخير وأهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي إكسترا نيوز، وهذه التغطية المستمرة من شرم الشيخ مدينة السلام، وثالث يوم من فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. بداية بيسعدني جدا يكون معايا في هذه التغطية زميلي أحمد أبو زيد. أحمد مساء الخير. مساء الخير إيمان، أهلا بك، شكرا جزيلا. اهلا بك احمد. يمكن النهارده كنت احد اللي اداروا الجلسات، جلسه مهمه جدا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت جلسه بعنوان تجارب تنمويه في مواجهه الفقر. صحيح، الحديث المستمر عن التجارب التنمويه حديث ممتد للغايه، وربما حاله التجربه المصريه كان الحديث فيها دائم وبشكل مستمر عن أهمية النظر إلى المبادرات التنموية وفق الفلسفة الجديدة والمستحدثة التي أصرت عليها مصر على مدار السنوات الماضية. صحيح أن هناك معطى جديد ومتغير جديد يقوم على فكرة التعاطي مع جائحة كورونا بكل تداعياتها، وبالتالي العمل وفق نموذج للمبادرات التنموية سيكون أمرا حيويا وأساسيا. وعلى هذا الأساس كان الحديث في هذه الجلسة مختلف تماما، لأن الأمر كان أيضا مرتبط بمعدلات الفقر التي شهدت بالضرورة تناميا ملحوظا فيما بعد هذه الجائحة. يمكن طبعا بوجه لك تحية أحمد على إدارتك لهذه الجلسة المهمة والموضوع الفارق والمهم جدا. ويمكن الرئيس السيسي كان أشار في هذه الجلسة لنقاط مهمة جدا في التجربة المصرية في هذا الشأن، خصوصا ما بعد جائحة كورونا، وكان في كمان تصريح مهم للدكتورة هالة السعيد متعلق بإزاي نقيس مؤشرات الفقر. صحيح. من خلال مؤشرات أخرى متعلقة بالتعليم والصحة والخدمات المقدمة للمواطنين، لكن كمان خلينا نقول للمشاهدين فقر القدرات أو تعبير فقر القدرات كان من بين التعبيرات المبتكرة أو الجديدة التي يعني أطلت بها علينا هذه الجلسة، وكان كمان في متحدثين الحقيقة دوليين من منظمات مختلفة تحدثوا أيضا عن مسألة الفقر والتجارب التنموية في مواجهة الفقر بالنسبة للمستوى العالمي والمستوى الدولي، مش المستوى المحلي بس. ويمكن على المستوى المحلي احنا عندنا حياة كريمة وتمت الإشارة لها في الجلسة. صحيح. خلينا كمان نقول للمشاهدين الجلسات اللي عقدت اليوم يا أحمد، كان في جلسة كمان بعنوان المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات، ودي كمان كانت جلسة مهمة جدا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. إيه الجلسات الأخرى كانت اليوم يا أحمد؟ الجلسة المهمة للغاية اللي بتتماشى مع التوجه العالمي، صحيح أن التوجه العالمي من سنوات كان مرتبط بريادة الأعمال وبمشروعات الابتكار، لكن في هذه الآونة وبحكم العمل عن بعد باعتباره أصبح تعبير شائع ومفهوم ومتعارف عليه على خلفية ما عرف بحتمية النظر إلى التباعد الجسدي باعتباره أولوية وسبل الوقاية والإجراءات الاحترازية، تعبير العمل عن بعد كان أساسياً، وتعبير العمل وفق التقاليد التكنولوجية الجديدة هو الذي أضفى بعد مختلف للحديث عن ريادة الأعمال والابتكار. صحيح. حجم ما يمكن أن تتيحه كما نقول دائماً، وكما حرص الرئيس السيسي على الإشارة في أكثر من مناسبة وفي أكثر من جلسة، أنه يعني من رحم المعاناة يأتي الأمل، من المحن تأتي المنح، لذلك يجب استثمار ويتعين استثمار هذه اللحظة من هذه الزاوية. أيضا من ضمن الجلسات اللي عقدت اليوم جلسة كانت عن الأمن الغذائي، ومش بس المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا، لكن كمان المتعلقة بالأمن الغذائي بشكل عام والتحديات اللي بتواجه هذا الأمر على المستوى العالمي. اليوم الحقيقة كان مليان فعاليات، وكان في عدد من الموضوعات المهمة جدا زي بالضبط الأيام اللي فاتت، ورش عمل وجلسات مختلفة. يمكن هو إيمان بمناسبة ورش العمل، من بين أهم الملاحظات التي تقال في هذه النسخة حجم الاهتمام الضخم والهائل بالورش التحضيرية. الورش التحضيرية هي التي شكلت القاعدة الأساسية التي تنطلق من خلالها الجلسات الرسمية، الجلسات الرئيسية التي تقام وفق العناوين التي خصصت لها. الورش التحضيرية كانت علامة فارقة وعنصر شديد الأهمية فيما يخص العمل على المضامين. المضامين كانت مؤثرة وكبيرة للغاية، لأن الإطار العام الذي وضع لمضامين النقاشات في هذه النسخة هو عالم ما بعد جائحة كورونا. خليني أسألك يا أحمد، إيه المختلف في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة؟ طبعا بالنظر إلى تداعيات جائحة كورونا والظروف والأمور اللي فرضتها الجائحة على عقد المنتدى، لكن إيه المختلف وإيه المميز اللي حسيت انه ابرز نفسه او اظهر نفسه بشكل واضح في هذه الدوره الرابعه؟ الرهان الدائم على المضمون. صحيح ان المضامين كانت مهمه في كل النسخ الثلاث التي اقيمت لمنتدى شباب العالم، لكن الطابع الكرنفالي الكبير كان عنصر مهم ومؤثر للغايه. هذه المره الطابع الكرنفالي موجود، الطابع الاحتفائي موجود، ارض السلام هي التي تحتضن الشباب من كل وجهات العالم كما جرت العاده وبشكل دائم، لكن الحديث عن المضامين في هذه المره خصوصا وان هناك
رسم أو صحيح. إطار عام ينظم هذه المضامين كلها مرتبطة بعالم ما بعد كورونا. وفي أيضا جزئية مهمة جدا وهي اختيار الموضوعات المتناسبة صحيح. مع تداعيات جائحة كورونا. احنا بنتكلم عن جائحة فرضت نفسها على العالم كله، فرضت كمان مجموعة من المضامين اللي لابد من مناقشتها والوصول إلى توصيات بشأنها. احنا بنتكلم مثلا عن التحول الرقمي أو التكنولوجيا والورشة المتعلقة بمستقبل التكنولوجيا مثلا والتحول الرقمي، ده شيء أفرزته بشكل كبير جائحة كورونا. لما بنتكلم كمان عن الفقر، لما بنتكلم عن حقوق الإنسان ونموذج المحاكاة اللي تم عقده، احنا بنتكلم عن مسائل مرتبطة بما يشهده العالم الآن من صراعات ومن تحديات جراء الجائحة. كل ما يتعلق بالبيئة العالمية أيا كان طبيعة الموضوع ينظر إلى جائحة كوفيد 19 كما يقول بعض المتخصصين بأننا ربما بعد 20 سنة أكثر قليلاً أو أقل قليلاً سنقف ونقول إن كوفيد 19 منذ عام 2019 في ديسمبر من عام 2019 كان علامة فارقة في تاريخ العالم، في تاريخ البشرية. هناك أحداث جسام يقف العالم عندها ليقول إن ما بعد هذه الحادثة ليس كما قبلها. ينظر إلى كوفيد 19 والجائحة التي أتت من بعده كان علامة فارقة، وأن العالم بعده لن يكون تماما كما هو الحال قبلها. يمكن كمان اللي كان ملفت جدا يا أحمد عرض التجربة المصرية من خلال الجلسات صحيح. سواء كان في البيئة والتغيرات المناخية من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية، أو في التحول الرقمي، أو في مواجهة الفقر نموذج عندنا زي حياة كريمة، يعني وعدة نماذج أخرى.